والحديث القدسي معناه الذي يصدره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال الله تعالى، أو إن الله تعالى يقول، أو فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال. وهذا الحديث القدسي ليس كالقرآن، يختلف مع القرآن من وجوه. القرآن متعبد بتلاوته كالحرف بعشر الحسنات، وليس كذاك الحديث القدسي. القرآن يقرأ في الصلاة وتصح به، الحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة وتبطل به الصلاة. القرآن تحدى الله عز به الجن والإنس، الحديث القدسي لم يتحدى الله به. القرآن منقول بالتواتر، والحديث القدسي ليس كذلك، أحد وفيه الصحيح والحسن والضعيف، واضح؟ ولكن هل يقال أن الحديث القدسي اللفظ من الله والمعنى من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ الثيمين يقول لا، لا يقال ذلك، لأن هذا كلام الأشاعرة في القرآن، ها؟ قالوا كلام الله معنوي أو معنى الله لم يتكلم به. لا، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت الصحابة وما قال أحد منهم ها ماذا اللفظ المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم.